إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما. وسئل بعض العلماء عن الله تعالى فقال إن سئلت عن إن سألت عن أسمائه فقد قال إن سألت عن أسمائه فقد قال ولله الأسماء الحسنى وإن سألت عن صفاته فقد قال قل هو الله أحد إلى آخر السورة. يعني يعرف كما قال ابن عطاء الله سيدنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى بأن يعرف سبحانه وتعالى دل وجود آثاره على وجود أسمائه ودل وجود أسمائه على ثبوت أوصافه ودل ثبوت أوصافه على ثبوت ذاته لأن الوصف لا يقوم بنفسه بل يقوم بالذات. يبقى إذن نتوصل بكلام من أهل الحقيقة وأهل المعرفة لا يمكن أن يحاط بالكون أو بالحقيقة لأنه ليس كمثل شيء ولا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يخضع للبراهين أو للتجارب. ما كيف عرفناه بأنه متميز؟ يعني التوحيد هو إفراد القديم من الحدث، نعرف المميز. فإذا تميز كده عرف، لكن ما ينبغي ما يجب اللي هو كلفنا به. أما معرفة الكل أو الذات أو الحقيقة هذا فوق طاقتنا وفوق محدودية عقولنا. ثانيا لم نكلف بذلك إلا لسببين، لعدم إمكانه غير ممكن ولأننا ما كلفنا به. في كلام هنا جمع عن بعض الصحابة شوف كده وجوب معرفته تعالى على كل أحد بقدر وسعه. يعني قد يكون ما وصلت إليه أنا بالنسبة من معرفة بالنسبة لمن هو أعلى مني يعتبر ما وصلت إليه بالنسبة لمن فوقي جهل أو حاجة كده لعب عيال. وهكذا كل ما يترقى في المعرفة ويزيد في القرب كل ما يكون الدرجة اللي تحت منه جهل بالنسبة لما فوقه ولا يحيطون به علما. يبقى إذن وجوب المعرفة المراد بها على كل أحد بقدر وسعه. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وما خلقت الجن في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناها ليعرفون. فكما تعلقت به سبحانه وتعالى الرؤية فكان مرئيا، لكن هل يرى على وجه الإحاطة والإدراك والمعرفة التامة الرؤية التامة؟ لا. فكذلك تعلقت به هذه المعرفة، لكن ربما تكون زي ما قلنا معرفة بعض الناس جهلا بالنسبة لمن هو أعلى منه، فلا يصح كما قال سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى لا يصح العلم بالله من كل وجه ولا الجهل به من كل وجه. يعني يقول أنا أعرف من كل الوجوه جاهل، واللي يجهل من كل الوجوه الكفار عندهم علم به من بعض الوجوه، فلا يعلم من كل الوجوه ولا يجهل من ولا يخرج الإنسان عن الجهل بالحق سبحان الجهل، يعني مطلق الجهل مش الجهل النسبي، لا يخرج الإنسان عن مطلق الجهل بالحق سبحانه وتعالى إلا إن عرف الحق كما يعرف الحق سبحانه وتعالى نفسه من غير نقص، وذلك محال. يعني مهما تزيد في المعرفة كأنك بتزيد في معرفة أنك كنت جاهلا. شفت كيف؟ يعني معناها المعرفة التامة لا تكون إلا لمين؟ لله سبحانه وتعالى وحده. ولا يخرج الإنسان عن الجهل إلا إذا وصل إليه، وهذا محال، يعني مش حيوصل إليها أبدا.
لأنه له إيه لا يصل إلى إدراك القديم إلا القديم ولا قديم له إيه غيره. مهما كنت أنت حادث وأنت محتاج وأنت محدود وأنت ضعيف وأنت مهيأ لأمور معينة بقدر ما يجب عليك من الأمور التكلفية. خلاص كده كمل. وإن سألت عن أقواله فقد قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإن سألت عن أفعاله فقد قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وإن سألت عن نعته فقد قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وإن سألت عن ذاته فقد قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال سيدي أبو يزيد البسطامي في مقام المعرفة والتوحيد: خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله. وهذا كلام مشكل الظاهر، وأجيب عنه بثلاثة أجوبة. يعني في بعض الكلمات يعني مما شنع وحورب أهل التصوف بسببها وطعن فيهم وفي عقائدهم وفي نسبتهم إلى أهل السنة منها هذه العبارة. لكن متى يصح الاعتراض على أهل التصوف؟ لمن إيه كمل في الطريقة ولمن إيه سلك هذا الطريق ممكن، إنما من بره كده لا يعرف رموزهم ولا يعرف أسرارهم ولم يدخل في هذا العلم فلا يصح له إيه أن يعترض. زي مثلا الأطباء، حتى لو كان مخطئا وتبين خطأ مهما كنت أنت في مجال آخر لا يقبل الاعتراض عليه إلا من إيه؟ ممن هو متخصص في نفس إيه؟ العلم. ممكن، إنما إذا جاء إنسان مهما كان سياسيا عظيما أو تاجرا أو مهندسا واعترض عليه سيجيبه بكلمة واحدة: أنت لا تفهم في هذا إيه؟ دعه لمين؟ لأهله. فكذلك هذا العلم إيه؟ لكن هذه العبارة اللي هي الاعتراض عليه، أولا في أمرين مهمين جدا. أول شيء نتثبت من صحة هذه الأقوال، هل هي صحيحة؟ صحيحة النسبة إليه. فما من كتب أعظم يعني أو أكثر فيها الدس مثل كتب التصوف، الدس والكذب والتلفيق والوضع، زي نقول بلا صاحب كل ايه يلفظ ايه، ففيها حشو كثير وظهر فيها وثبت. يعني لو رجعت الجزء الرابع من حاشية ابن عبدين لضابط الحلبي ستجد يعني ثبوت الدس خاصة في كتب محي الدين بن عرب، وثبت ذلك في واقع في قضية رفعت إلى القاضي واعترف سابق جايب باب مطلب كده في كلام عن الشيخ محي الدين أن كتبه فيها إيه؟ فيها دس، خاصة كتاب الإيه؟ الفتوحات. والشعراني نفسه ذكر ذلك في بعض كتبه وقال إنه دس علي في كتاب كذا وأنا حي على قيد الإيه؟ الحياة. ده أول أمر إيه؟ يعني نتثبت من صحة هذا الكلام، ثم بعد ذلك نحمله على إيه؟ المعنى الذي أراده. فممكن أنت في القرآن الكريم نفسه تؤول أو تحمل الكلام على معنى فاسد يخالف العقيدة، في كلام الله سبحانه نفسه تتلاعب كده بتفسير هذه التفسيرات الباطنية والتأويلات البعيدة. وممكن لو عندك يعني حسن ظن أو أدب مع هؤلاء القوم تحمل الكلام على معنى صحيح. يعني أليس لهذه العبارة خضنا بحرا وقف الأنبياء، هل هي خطأ من جميع الوجوه ولا لها معنى صحيح؟ لا شك كده، إذا كنت منصف حتقول ده في معنى إيه؟ صحيح. لا، فإذا كان هناك معنى صحيح فلماذا لم تحملها عليه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو سئلت واعتبر الحق سبحانه وتعالى هو اللي حيسألك، هل هذا المعنى الباطل الفاسد اللي انت جمعت به هل تستطيع ان توقن ان هذا ما قصده الصوفية؟ حيقول لا. جديد انت بتتبع ايه الهوى، مسددت ما جيت معنى ايه وحش وشنيع،
واتكيت عليه، مع أنك لا تقطع بأنهم إن أرادوا هذا المعنى بعيد. فلماذا تجعل أهل الله وأهل الصلاح وأهل الله خصماء لك يوم القيامة؟ والحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث الذي يقرون بصحته فضلا عن إقرار نحو في صحيح البخاري: من عاد، مش من عاد يعني هو مريض، لا يعني اتخذه عدوا وظلم نسبتهم إلى الشرك والكفر والضلال، معناها جعلتم إيه؟ أعداء. من عادى لي وليا آذنته بالإيه؟ بالحرب. وربنا اللي يعني اللي هو هيحارب مش هم، فحاسب عليه وخليك حريص. يعني لو أنت أخطأت في حسن الظن مش هتحاسب على كده. يعني أنت لو اعتقدت إن أنا رجل ولي وأنا العكس كده إيه اسمك أحسنت الظن، لكن لو اعتقدت العكس هتبقى مصيبة، هتحاسب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يعني من سوء الظن مش من حسنه. إذن هنا أمرين: أمر الأول تحقيق نسبة هذا هل هو صدر أم لا، في كثير من العبارات لم تصدر وفي كثير من العبارات صدرت، ولكنهم ما أرادوا بها هذا الوجه الفاسد أو هذا المعنى البعيد أو هذا التأويل الغريب. طيب ما الأرادوا بها إيه؟ والله تعلموا بالمعاهم، ربنا يفتح عليك وتعرف ما أرادوا بها إيه؟ عاوز تعرف خلاص كيف السهل دكم وصلوا بالمجاهدة وبالعبادة وبالسهر وبالبكاء وبالتواضع، وانت عاوز تخطفها كده خطف ثم تدعيها بعد ذلك، ده هذا يعني محال عليك. خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحل، يبقى معناها خاضوهم وانتشلوا منهم فوقفوا على ساحله الثاني. يعني ممكن المعنى بساحله، هنا ساحل المقابل ساحل، فليتبادر إلى الذهن الايه؟ الساحل الأولاني. يعني الأنبياء خافوا وتهيبوا ووقفوا هنا ما قدروش، وإحنا إيه؟ يعني إحنا مقامنا أكمل، معناها كده فاهموا منها تفضيل الولاية على النبوة. لكن لو عرفوا إنه وقف الأنبياء، يعني الأنبياء خاضوا وفي هذه اللجة وهذه الأمواج واجتازوه ووقفوا على الساحل المقابل، أما إحنا وقفنا لشتان بين مرتبة الولاية وبين مرتبة النبوة، أهم معنيينه هنا إيه؟ هتشابه عليه. أنت غضيت الطرف وتلاشيت وكأنه المعنى الثاني ده غير موجود أصلا وحملت على ده، إذا في غرض في نفسك هتحاول تقول لا والله ما في، لا في غرض. حاول كده مع نفسك وخليك صريح، وحتكتشف بنفسك انه عندك غرض وعندك مرض، غرض وهذا الغرض سبب المرض. يعني معناها كده يبين في الكلام ده علو درجة الانبياء مش علو درجة الاولياء، ده اللي هم في مهم النشأ عكس الايه الظاهر المتبادل. الاول ان معنى قوله وقفت الانبياء بساحله أنهم خاضوه وانتشلوا منه فوقفوا على ساحله الثاني لعلو درجته. لعلو درجته ما نعم. وأما أنا فقد غطت ذلك البحر واستمريت غارقا فيه. الثاني أن يعني معناها احنا غطنا لسه بنتخبط وممكن نغرق وما نطلعش على ايه؟ ما نوصلش عند البر الايه؟ الثاني. بعض الناس مثلا يخطئ هذه الكلمة يقول لك استمرينا أو استمريت، يقول لك لا هي الفعل مضاعف استمررت، يعني يكرر الايه الراء، لكن الراء هنا مشددة ولما تكرر حتضاعف، هيبقى في ثلاث ايه راءات، فانقلبوا ايه عند توالي ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء، وده موجود في كتب اللغة في كتاب سيبويه وفي كتاب مين في تاج العروس. يعني اللي يقول استمريت والاصل ايه استمررت، يعني هيبدل اللام مكان الياء، هذا صحيح في اللغه وليس بخطا كما يظن بعض الناس، يعني صحيح له وجه.
ولكن احنا لعدم معرفتنا الا بالآية الرومية والكتابين ثلاثة، اي حاجة في غير الكتابين دول غلط ننكرها، فما صحش الانكار الا بعد ليه البحث وبعد التثبت، يعني وجه صحيح. الثاني ان المراد بالانبياء ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، فانه يعني عاوز يقول لك ممكن هذا الكلام اللي هو مشكل في الظاهر يجاب عنه بثلاثه اجوبه. خلاص كده بثلاثه اجوبه. الناس اللي عندها كمال في الولايه بتعمل ايه؟ تاخذ كلام الكمل ذو العارفين وان كان في ظاهره مخالفا، تاخذه كده على زي ما احنا بناخذ احاديث وايات الصفات على التفويض كده، وما نعرفش الا ان احنا نثق في ولايته في ان الله تعالى اصطفاهم واختارهم. اما المعنى الارض والله فتح علينا حنفهم، لم يفتح خلاص احنا حنسلم به، والله اعلم به بمرادهم ارادوا ايه به. ناخذه كده على هذا احسانا للظن فيهم. اما اذا كان هذه الاوجه دي بنجيب عليها عندما يكون هناك في مجادله او في بعض نجاوب، انما بالنسبه لنا احنا ما نجاوبش. احنا اذا اعتقدنا فيه الولايه والصلاح نسلم بما يقول سواء فهمنا او لم نفهم، فاحنا مش متعبدين زي القران، لكن ذا رجل من اهل بيت الولايه فنسلم له، الا اذا كان هناك ما يتعلق بالشريعه او بالتكاليف. في الكلام ده اللي هو الاسرار ده خدها واسكت. الثاني ان المراد بالانبياء ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، فانه اعطي معارف لم يصل اليها الانبياء، وقد وصل هذا العارف لبعضها بالتبع له صلى الله عليه وسلم، ولا محظور في ذلك. يعني عاوز يقول وقف الانبياء اللي هم غير مين؟ اما سيدنا محمد اجتاز، وانا اجتزت بالتبعيه له، لكن برضه في هذا ايه؟ خطوره، لانه يؤدي الى تفضيل واحد من الاولياء او من اتباع هذه الامه على الانبياء السابقين. وطبعا مهما كان لا يمكن الواحد اعلم وافضل واحد في الامه بعد رسول الله سيدنا ابو بكر الصديق، ومع ذلك لا يصل الى مقام نبي من الانبياء إلا أن يكون إيه؟ نبياً. درجة النبوة دي مهما كان في سراديب كبيرة بينه وبين درجة الصديقية، مع أنه بلغ درجة الكمال فيها، لكن مع ذلك ليه؟ لأنها ليست مكتسبة، فيفرق بها لم تكن نبوة مكتسبة. تمام كده؟ ولو في الخير أعلى عقل. ما حتى لو كانت مزيه، لكنها مع ذلك المزيه دي لا تقتضي الايه؟ الافضليه. ما تقتضيش، لكن ممكن يكون فيها افضليه، لكن هي لا يلزم منها انه يكون، لكن ممكن تكون تدل على الافضليه، لكن ليس بايه؟ بالتلازم. الثالث ان الانبياء شاءون فلم يخوضوا ذلك البحر خوفا على أممهم من ابتدائهم بهم في ذلك الخوف. وأما هذا العارف فليس بمشجع، فلم يبالي بما يقال فيه وليس بمقتضى به، وذلك كقصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، وفي هذا القدر كفاية. يعني عاوز يقول لك هناك ممكن تحمل على أي إجابة من هذه الثلاثة وممكن على غيرها، والأولى إيه؟ ان اذا ثبت خلاص نسكت فيه، حدك ما نعرف عنه، ما عرفناش خلاص. ما معنى كل يوم هو في شك؟ ما هو ده من ضمن ايه اللي هو اذا سئلت عن ايه ده اللي قبله؟ ان سئلت عن اسمائه ولله الاسماء الحسنى، خلاص كده. يعني معناها ما عندك اجابه الا ان تقول هذه الاجابه. تمام كده؟ اسماء الله سبحانه وتعالى هي حسنى، تمام كده؟ لكن كيف نسميه؟ كيف كذا؟ كلنا واقفين مع ايه؟ مع الوارد، او مع مثلا ما قطعت به العقول، او ما ثبت بالاجماع. ان سئلت عن صفاته قل هو الله احد. يعني لا نصفه كما نصف الحوادث او المخلوقات. لا نصفه الا بما وصف به نفسه. ان سئلت عن افعاله او مرتين ان
إنما قولنا لشيء إذا أردناه تاني كل يوم هو إيه؟ في شأن. وهذه الشؤون مش معناها أمور حينشئها أو يبدأها، يبديها يعني يظهرها، تمام؟ ولا يبتديها، أمور يبديها ولا يبتديها يعني يظهرها، لأن أفعاله تعالى هي التعلقات بتاعة الصفات القديمة. والله تعالى كل يوم يعني في كل حال، يعني مش اليوم المراد به 24 ساعة أو كذا، يظهر لملائكته أو لعباده شأنا أي تصرفا مما تعلقت به إرادته أو قدرته الأزلية في هذا العالم. إنما هذا كله مقضي وسابق في علمه سبحانه وتعالى، وخصصته الإرادة. هل هذه الأشياء فرغ منها أم هي حتستأنف حتبدأ؟ مفروغ منها وانتهت. وما لي معنى كل يوم هو في شأن، يعني في حال جديد في نظام؟ لا، هذا بالنسبة لما يظهره الله سبحانه وتعالى للإيه؟ لمن أمرهم بتدبير شأن هذا الكون. والنازعات غرقا فالمدبرات أمرا، ما هذا الأمر الذي يظهره الله تعالى في صحفه أو ينزله إليه أو يأمره به؟ وليس معناه أمور تنشأ أو يبتدئها ولم تكن موجودة، وإلا معنى كده حيلزم سبب الجهل بالنسبة لصفة العلم، والحدوث بالنسبة للقدرة والإرادة. وهو سبحانه وتعالى يتنزه عن أن تحل أو تقوم الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. قوله وفيه خلف منتصر أي اختلاف قائم في أول الواجبات على المكلف. يبقى إذن وفيه يعني في أول واجب، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، يعني واجزم أيها العاقل أيها المكلف أيها المخاطب، لأنه أول الواجبات عليك يعني عند سن البلوغ معرفة الله سبحانه وتعالى. فبالمعرفة واجبة كما قلنا بالإجماع، فكيف يقول وفيه خلف؟ إذا ليس الخلف في أن المعرفة واجب، ما فيه يعني فيه؟ هل هي أول واجب؟ هنا الخلاف. هي واجبة بلا شك، سواء كانت الواجب الأول أو الواجب الثاني أو الثالث، المهم على أي حال المعرفة واجبة. أما الخلف فيه يتعلق بالأولية لا بالوجوب، كيف ذلك؟ قال انتصب يعني قام وظهر هذا الخلف بين أهل العلم، يعني فقيل المعرفة. طبعا ده قول مين؟ الجمهور. ولذلك قدمه، ولذلك يعني معناه كأنه الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى يرى أنه المعرفة هي أول واجب، فلهذا قدم وقال واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، وأفرده يعني قال كده واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، يعني ثم رجع وقال فيه، يعني كأنه مش عندنا يعني عند غيره. لو قال واجزم بأن في أول يجب معناه كأنه دخل في العلماء الذين اختلفوا في المراد أو فيما هو أول واجب، يعني يريد أن يقول هذا الخلاف عند غيري وفيه خلف. كيف كان الخلاف بين العلماء في أول واجب؟ منهم من قال أول واجب المعرفة هذا المشهور، وعليه رأي مين؟ صاحب النظم والشارح أيضا. وقيل النظر لأنه وسيلة وسيلة المعرفة، فالمعرفة تتم بالنظر، النظر العقلي مش النظر بمعنى الإبصار. فالنظر إما أن يراد به يعني الإبصار الإدراك بحاسة البصر، وليس المراد هنا، إنما هنا الإدراك بالعقل، يعني الإدراك العقلي، كقوله تعالى في شأن ملكة والأمر إليك فانظري، يعني مش معناها التفتي ولا
فانظري يعني فكري ودبري وأربع على كده. وكقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوته وما خلق الله، عند النظر هنا معناها إيه؟ الفكر يتعدى بفيه. أما النظر اللي هو بمعنى البصر يتعدى بإلى اللي هو الإبصار، يعني أرني أنظر إليك مش فيك. يبقى إذا تعدى بفي يبقى معناه إيه؟ الفكر العقلي. الفكر. وإذا تعدى بإلى يعني الإيه؟ ولذلك شوف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى هنا معناه إيه؟ الرؤية البصرية. يبقى النظر. ولذلك لما نجد الخلف القائم بين العلماء نجد في الحقيقة خلف إيه؟ لفظي مش خلف حقيقي. ليه؟ لأنه المعرفة دي هي وسيلتها النظر. يبقى إذن المعرفة واجبة والطريق الموصل إليها واجب. القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالنظر الموصل إذن فالنظر الموصل إلى المعرفة واجب. واضح كده؟ يبقى النظر هنا يبقى معناه برضه هنا أول واجب المعرفة. يبقى إذا النظر ده واجب، زي مثلا إيه؟ اعتبر إيه؟ أول فريضة الصلاة، مش كده؟ مش أول فرض الصلاة؟ طب الوضوء ما هو قبل الصلاة. الوضوء ده مش إيه؟ مش لذاته، ده هو الإيه؟ لغيره. يبقى إذا لا نختلف إذا قلنا أول واجب الصلاة أو أول واجب الوضوء. لما في حاجة واجبة قبل الوضوء الاستنجاء واستجمار، يبقى معناه هذا كله ده وسائل. يبقى ده في واجب لذاته وفي واجب لغيره، فما فيش اختلاف في الحقيقة. كأنه الخلاف لفظي. لا، وبعد حتى اللي قال النظر ده قال مش أول واجب هو النظر، لا ده أول جزء منه، يعني هو واجب عليه إنه يبدأ المقال يبدأ النظر، وبعد كده الباقي حيجي وحده مش بطريق الايه؟ الوجوب ده حيجي آلين كده. يبقى اللي قال النظر ماشي، واللي قال أول واجب هو ايه؟ ها؟ أول جزء من النظر. وبعضهم قال لا القصد إليه، ما هو أول جزء من النظر يعني بداية النظر أو النظر نفسه كده يبدأ كده مباشرة، ولا لازم يقصد يعني ينوي إنه ينظر. يبقى معنى كده النية هي اللي أول واجب، لأن ينوي إنه ينظر يعني يقصد النظر، لأنه لو نظر دون أن يقصد يبقى هذا إيه؟ ليس هذا هو المطلوب. يبقى هنا إيه؟ القصد إليه يعني تفريغ القلب كده يقصد إليه مش ينظر نظر. زي إيه القصد؟ إيه الفرق بين النظر والقصد إلى النظر؟ زي واحد مثلا سمع واحد إيه؟ تسمع. أنا ماشي سامع شتائم كده، طب أنا حامل سد أذني أو بمشي في الشارع نظرت كده عشان أشوف الطريق. إنما هناك فرق بين النظر وبين قصد النظر. لو واحد شاف إنسان ما يخدها ماشي طريق، إنما لما يروح إيه يفرغ كده فكره ويقصد، هذا موضوع تاني عاد اسمه قصد النظر ده. أو مثلا سامع أغنية مثلا على خلاف هل السماع الأغاني مكروه كده، راح إيه واقف يسمع، هنا إيه استمع عاد مش سمع. سمع داخل غصبك عنه، إنما استمع معناها بقصده. ولذلك قل أوحي إلي أنه استمع بالسمع، إذا قاعد مخصوص عشان يسمعه يبقى معناها قصدوا إلى الإيه. ولذلك قال تعالى وإذا قرئ القرآن لم يقل فاسمعوا بل فاستمعوا، يعني فرغ الإيه الشواغل واقصد الإيه الاستماع. يبقى في فرق بين النظر وفي فرق بين قصد. ويجي اللي بعده حاجة غريبة. وقيل الشك هو الإدهاش من البعيد. واحد قال انه اول واجب مش المعرفة ولا النظر ولا اول بدايات النظر ولا القصد الى النظر، ولكنه الشك. هنا حاجة عجيلة، حاجة الشك واجب؟ قال لك ما هو الشك هنا ايه؟ ليس واجبا لذاته، لانه لو كان واجب هو مطلوب من النظر
إزالة الشك الموجود. فكيف نقول أن النظر عشان يوصلنا إلى الشك؟ لا، لأنه بدايات النظر لازم يكون فيها الإيه؟ الشك. فكأنه الشك اللي في البداية ده علامة على أنك بدأت تنظر. زي أنا ببحث في قضية أو أبحث عن ناس سرقوا شيء، فأفترض في الإيه؟ في الكل الأول، وبعد كده أضيق الإيه؟ الدائرة، وهكذا. الشك ده الشك الافتراضي، مش الشك اللي هو الإيه؟ المقصود، وإلا حيبقى كفر. يبقى إنه أوجبنا الكفر، أفي الله شك؟ يبقى إنه حيلزم من البدايات إنه نطرح القضية الطرح الأول. زي ما نيجي نناقش قضية، أي قضية، أنا أفترض إن إحنا على باطل، كما قال الله تعالى وإنا أو إياكم، ده افتراض. يعني لازم نبحث كده، لو من البداية إحنا خدنا حكم مش هيرضوا يشتركوا معانا، ما أنتوا ده إحنا حنفترض إنه الحق في جانبكم والباطل في جانبنا، افتراضي. حتى الحق اللي قلنا به وإن كنت بشك، افتراض على فرض حسن من طريقه. إنما هو في الحقيقة قال والله إيه لا أشك ولا إيه ولا أسأل، لكن يفترض ولا يفترضش، فيبدا يحمل على هذا المعنى. ليه؟ لانه المطلوب زوال الشك، والشك في العقائد كفر، فلا يمكن ان يكون مطلوبا. يبقى اذا اوجبوه لانه هو اللي حنصل منه الى اليقين او بواسطته. ولذلك حتى الفيلسوف وصل الى الحقيقه مش بالشك، دل على فرض مش مدهور خيال وما فيش حقيقة للأشياء ثابتة وما شك فيها، راح قال كذا أنا أشك إذن فأنا موجود. فإذا وصل إلى إيه؟ إثبات وجودها عن طريق هذا الشك اللي هو ثابت، لكن لم يقل أنا أشك إذن فوجودي مشكوك فيه، لا. وإلا إذا معناه كذا وجد إيه؟ الشك ده اللي بيشك كده لازم يكون في كائن فيه له وجود، مش كده افترض شك بدون شك بالعرض. إن هذا هو المقصود، إن الشك هنا يحتمل على جانبين، الشك اللي هو مطلوب إزالته، والشك اللي هو مثبوت إيه؟ حصوله. الثاني ده كفر. إذا كنت أنت عاوز تصل إلى الشك يبقى خليك من البداية، أنت كده شك هتصل كده، يعني كيف هتشك عشان تصل من الشك إلى شك؟ لما أنت كده تحصيل حاصل، يبقى أنت بتبدأ تشك في ده وفي ده وفي ده لحد ما تصل إلى الحقيقة. عشان كده قالوا أول، لكن طبعا ده كلام مين ده؟ كلام عقلانيين وكلام معتزلة. وإن كان موجود في ثنايا النظر لما تقلد أنت افترض، لا افترض كذا افترض كذا، هذا كله إيه؟ افتراضيات، وليس شك بمعنى وقوع الشك في القلب، ولكن عندما يطرح القضية للبحث. تردد ايوه كده تريحت من، بمعنى ان الفكر بيتردد فيقول الى ايه؟ الى الثبوت، يعني رددها في دماغه. هل ده ثابت؟ طب افترض انه مش ثابت، هل الحق خالق العالم؟ نفترض انه مش هو كده، بيتردد فكره، وليس من الناحيه العقليه وليس من الناحيه القلبيه، لانه لو استقر الشك في قلبه يكون ايه؟ كافرا. وقيل النطق بالشهادتين، وقيل الإسلام، وقيل التقليد، وقيل أحد أمرين، إما التقليد أو المعرفة، وقيل التفرغ للنظر بمعنى ترك الشوارع. زي اللي هو القصد ده. وقيل اعتقاد وجوب النظر. يعني قال لك قبل ما تقول له انظر، مش الأول يعتقد إنه النظر واجب. شفت كده؟ هذا هو المشار اليه بالايه؟ بالخلف اللي هو بين العلماء. واجزم بان اولا مما يجب معرفه وفيه خلف ممتد. هذه هي اقوال العلماء، ولكن كلها ترجع او كلها تثبت ان المعرفه واجبه. وإن اختلفوا هل واجب النظر لو موصل، ولا بدايات النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، ولا النطق بالشهادتين، ولا التقليد، ولا المعرفة، كل ده إيه؟ هل في خلاف حقيقي؟ يلا نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي. قوله فانظر لما كان أول الواجبات المعرفة على الأصح، وكان النظر وسيلة لها كان واجبا، وهو لغة الإبصار والفكر، واصطلاحا ترتيب أمور معلومة. النظر المراد به في اللغة معنى، وفي الاصطلاح معنى. يقال للإبصار ينظر، ويقال للمفكر أيضا ينظر. قلت نظرت في هذا الأمر يعني فكرت فيه، نظرت إليك يعني أبصرت. لكن إيه المراد به هنا؟ ترتيب إيه؟ واصطلاحا ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى مجهول، كما إذا أردت أن ترتب أمورا لتعرف بها وجوده سبحانه وتعالى، وذلك بأن تقول العالم متغير. إذا ما الذي أرادوه بقوله، أو ما الذي أريد بقول الشيخ رضي الله عنه فانظر، يعني إيه؟ إذا أردت المعرفة، لأنه هو أول شيء قال إيه؟ وجزم بأن أولا مما يجب معرفة. خلاص أنا جزمت كده واعتقدت أن المعرفة واجب، إذا فيلزم من هذا أن إيه؟ أسلك الطريق الموصل إليها اللي هو إيه؟ النظر. يعني عاوز يقول لك إذا أردت المعرفة، لأن النظر وسيلة إليها، فانظر يعني فكر. كيف أفكر؟ سؤال. إذا معناها أنظر، إذا أردت المعرفة كيف أنظر؟ يقول لك رتب الأمور المعلومة. كيف أرتب الأمور المعلومة؟ على الأقل إيه؟ ترتب أمرين معلومين، فتصل من خلال ترتيب الأمرين المعلومين إلى نتيجة، اللي هي الأمر الثالث المجهول. فبعد أن تصل إلى المجهول الذي لم تكن تعرفه، أو لم تكن لتصل إليه قبل ترتيب الأمرين اللي هم على الأقل، فيصير هذا الثالث معلوما فترتبه مع الذي قبله، فتصل إلى رابع فتضم فتصل، وهكذا كل ما تضم أمرين أو ثلاثة أو أربعة تصل إلى إيه؟ إلى معلوم. إذا كده تعريف النظر ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى مجهول، فعندما نتوصل إلى هذا المجهول يصير إيه؟ معلوما بالنسبة لإيه؟ لما قبله، ومجهولا بالنسبة يصير مجهولا بالنسبة لما بعده، ومعلوما بالنسبة لما إيه؟ قبله، وهكذا في ترتيب الأمور. في اصطلاح المنطق، هو النظر هنا المراد به النظر العقلي المنطقي اللي هنا انضم، او يعني زي ما نقول سار في التعريف ده. الاصل معقول من كتب المناطق طبعا. المنطق طبعا ايه؟ قوه، مش المراد به النطق، القوه الايه؟ العقليه اللي بها المعيار. فيستعمل هنا في ايه؟ علم الكلام كوسيله في البدايه، لكن بعد كده مش هنقتصر عليها، ده في البدايات. كما إذا أردت أن ترتب أمورا لتعرف بها وجوده تعالى، وذلك لأن تقول العالم متغير، وهذه مقدمة صغرى علمت بالمشاهدة. يعني عاوزين نرتب. كيف نرتب؟ نرتب مقدمة كده صغرى، وبعدين نجيب مقدمة إيه؟ تاني كبرى، وبعدين نحذف الحدين الوسط المكرر، فنصل إلى الإيه؟ النتيجة. وممكن نعمل النتيجة بعد كده إيه؟ مقدمة صغرى، ونضم إليها مقدمة ثانية كبرى، فنصل إلى نتيجة، وهكذا. عاوزين مثلا نرتبها كده. طب أول شيء قال الترتيب أمور معلومة، أمور مش أمور يعني جمع الثلاثة، أقل حاجة اثنين، أقل حاجة ترتب أمرين. هات كده أمرين معلومين كده دي. أول شيء كده العالم متغير. ما هو إيه الدليل على صحة المقدمة دي؟ كده جبناها كده من دماغنا. قال لك والله دي ما في أصلحنا دائما
لابد تكون المقدمات الأولى دي تكون ضرورية بدائية، لأن وسائل المعرفة عندك كم شيء، سبل المعرفة الضرورية. أنت حتتوصل لما تجيب الضروري ده حتتوصل به إلى النظر، فيصير بعد التوصل إليه والإجماع عليه والحكم به يصبح ضروري برضه. وهكذا كلما حتتوصل إلى شيء ويجمع الناس عليه وتلقاه الناس بالقبول ويصبح خلاص مسلم يصير إيه؟ فالضروريات في الأصل كانت إيه؟ كانت نظرية. يعني أول شيء كده نرتبها، يعني سبل المعرفة أربع، المشاهدة أربع أشياء اللي حنصل بها إلى المعرفة، الطرق يعني المشاهد المشاهدة. يعني يقول لك مثلا كيف عرفت هذا الشيء؟ من قال لك؟ تقول أنا شاهدت شفته. ده أعلى حاجة اللي هي فيها الشهادة. إذا رأيت، مش إذا علمت، إذا رأيت مثل الشمس فاشهد. يا مثلا واحد بيسأل الشمس طلعت؟ فقلت له نعم. هيقول لي كيف عرفت؟ شفتها، افتح الشباك مشاهدة. مش عاوز يعني شك، بس افتح الشباك. إذا المشاهدة التجربة، التجربة برضو طريق من طرق المعرفة. يعني مثلا لو سألت واحد الماء يغلي عندي درجة كام؟ الأول ما كانش يعرف، ما كيف يعرف، قلت تجربة. لما جرب هاتوا أي ماء حتجد عند الدرجة دي يبدأ ليه غلا. يعني الماء يجرينا إثبات بالتجارب. بعد كده الأخبار المتواترة. واحد مثلا لنا ابن عمنا أو إنسان في الصعيد مات، ما شفنا لما مات ولا حضرنا البلد، لكن تواترت الأخبار. كل اللي يجي من البلد يقول لك البقاء لله فيه، خلاص ما بقاش عندك شك. يعني تواترت الايه؟ الأخبار. هل يبقى عندك شك انه ممكن يكون محمد يقول لك مكذبين؟ الأخبار المتواترة دي تفيد القطع. ده القطار كله نازل من البلد قال لك فلان. يبقى الأخبار الايه؟ المتواترة. بعد زي ما احنا مثلا كيف امنا بوجود الرسل السابقين، ولا احنا عشنا في زمنهم ولا رايناهم ولا في اشرف ما عشنا اصواتهم ولا تسجيل فيديو. الاخبار المتواتره التي تقطع بان هؤلاء الناس وجدوا في هذه الدنيا في زمن ما. يبقى اول شيء المشاهده، اثنين التجربة، الأخبار المتواترة، أوليات العقل اللي احنا بنسميها البدهيات، يعني الأمور الايه الأولية في العقل. زي مثلا الواحد نصف الايه الاثنين، الكل أكبر من الجزء، الأب أسبق في الوجود من الأولياته. فحنبنى عليها حاجات ثانية حنصل إلى ايه نظريات، فتصبح النظريات دي ضروريات. الأربع أشياء اللي هو نصل بها إلى المعرفة، المشاهدة، التجربة، الأخبار المتواترة، أوليات العقل، حنصل بها إلى إيه؟ إلى المعرفة، يعني إلى العلم، مش كده؟ إلى العلم بما كنا نجهله. فيصير بعد كده في حاجة اسمها إيه؟ اليقين. بعض الناس يظن أو يفهم إنه العلم واليقين معناهم واحد. يعني يقول لك العلم ده يفيد الايه؟ زي العلم يقين، والظن ده والمراحل الثانيه. اللي قال له يفيد اليقين اللي هو الايه؟ العلم. فايه الفرق بين اليقين وبين العلم؟ هو صح العلم يفيد اليقين، واليقين هو ايه؟ هو العلم. لكن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه. ده العلم، يعني تعتقد الشيء على ما هو عليه فتكون عالما. انما ان اعتقدت على خلاف ما هو عليه يكون ايه؟ جهلا. اما اليقين، وشوف العلم كده اعتقاد الشيء على ما هو عليه، واليقين هو سكون النفس بما علمت كده ايه؟ سكنت نفسك. ولذلك يقال ايه؟ برد اليقين وثلج اليقين. اليقين والثلج والايه؟ اغسله بالايه؟ بالماء. يعني اليقين فيه ايه؟ ثلج، يعني معناها فيه ايه؟ سكينة في نفس وفي ارتياح. ولا يقال برد العلم، يعني يقال برد اليقين.
وثلج اليقين. ولا يقال إيه؟ إذا العلم هو الاعتقاد الصحيح، واليقين هو سكون النفس إلى ذلك الاعتقاد. ممكن حضرتك يحدث شك بعد العلم ده إيه ده؟ نعم؟ يعني الواحد يكون عارف آه، عشان كده قالوا اليقين سكون، لأنه ممكن يفترض حاجة فيما علم أو يفترض، فإذا سكنت النفس لا يأتي الشك. ولذلك بيقولوا كده إيه؟ لا يطرد الشك العلم، وإنما يطرده اليقين. وقالوا القاعدة الفقهية اليقين إيه؟ لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، إنما ممكن العلم، يعني معناها إذا كان في علم وعلم صحيح ولكن لم تسكن إليه النفس ممكن يحدث الشك، إنما إذا سكنت النفس يبقى بقي يقين، يبقى إذا اليقين لا يزول بالشك. طيب يا مولانا من أين تأتي السكينة هذه؟ نعم؟ من أين تأتي؟ بكثرة العلم؟ لا، سكون يعني معناها من الارتياح والسكون، سكون بعد ما علمت استرحت اطمأننت يعني. والله نجرب العلم. رضيت يعني. يعني أنت بعد ما صدقت إيه اللي حصل؟ ها؟ سلمت وارتاحت نفسك. وهو المشار إليه في قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسع أن يرتاح أنفسهم وتطمئن إليك أنه هو الحق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه الاطمئنان؟ اللي هو السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. والله تعالى الإيمان له التصديق، العلم يزدادوا عليه بالإيه؟ الله في اللغة اصطلاحا يعني في الاصطلاح، فلما نزع الخافض عاد إلى النصب مرة، لأنه في الأصل كان منصوبا، فلما اشتغل المعمول بحرف الجر أصبح إيه؟ مجرور، لكن ما مش مجرور لأنه مشغول اشتغاله بحركة إيه؟ حرف إيه؟ الجر، فعاد إلى النصب. لما شن السبب الخفض انتصب إيه؟ كما كان قبل، معناه ايه؟ في الاصطلاح. خلاص كده؟ وزنها ايه؟ اصطلاح افتعال. بس الطاء دي سببها حرف الاطباق. لما يكون حرف مطبق يبقى التاء بتاعت الافتعال تنقلب الى طاء. اذا سبقت بصاد او بايه؟ او بضاد او بطاء او بضاء. بأحد الحروف الايه؟ المطبقة. إذا تاء الافتعال ترد إلى خاء إثر مطبق. بس بشرط يبقى مثلا ايه؟ احتكار. ليه ما قلناش احتطاء؟ ليه؟ لأنه الحاء ايه؟ الحاء من حروف الاستفال. لازم يكون الحرف اللي قبل التاء بتاعة الافتعال حرف إطباق. وحروف الإطباق كام؟ أربعة. يبقى اصطلاح، أصلها اصطلاح، بس ما تجيش عشان نطلع الصاد مفخمة ومستعلية ومطبقة والتاء مستفلة، ولازم يجي إيه؟ الجاور السعيد يسعد، يجي حرف إيه؟ مجانس لها بالقوة، زي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر،
أصلها إيه؟ أصل تاء تاء. ليه قلبت التاء طاء؟ لسبب سبب السبب هو إيه؟ حرف الإيه؟ الصاد وسط لمجاورتها لحرف الإطباق. وإذا تجد إصطبار إصطناع إطلاع هنا إصطلاح. كما إذا أردت أن ترتب أمورا لتعرف بها وجوده تعالى وذلك بأن تقول العالم متغير. يعني عاوز يقول لك يعني هنا طبعا قال لك ترتيب فكر، فلازم تكون الأمور دي مما فيه مجال للفكر، يعني حاجة تعمل فيها الفكر، حاجة تصل من خلال أو من واسطة الفكر إلى هذا الذي نريده. ترتيب أمور معلومة، يعني معلومة بإيه؟ كيف علمت هذه الأمور التي سنرتبها؟ إما علمناها بالوسائل اللي قلنا عليها بالمشاهدة، يعني أصبحت أخبار متواترة مثلا، زي ما نرتب كده نقول كده القرآن ده قديم ولا حادث؟ الناس يقول لك ده حادث لفظ وصورته، وبعضهم القديم وصفة لله. فنعمل ايه عشان نوصل للنتيجة؟ نرتب ايه مقدمتين كده، واحدة صغرى واحدة. فنقول كده القرآن كلام الله، دي طبعا معلومة دي خلاص ثابتة في الأخبار المتواترة، القرآن كلام الله أو لما ثبت من صدر. ونروح نجيب المقدمة الثانية كده اللي فيها الكبرى دي الصغرى، الكبرى تبقى معاها كل كده، كل كلام الله قديم. إذا ما فيش ايه كلام الله حاجة، كله ايه قديم، القرآن ايه كلام الله كده كلام الله. نرجع كده ايه في محمول وفي موضوع، فنعيد تاني نخلي الايه المحمول نعيده تاني موضوع، وكل كلام الله قديم. نحذف الحدين المكررين يبقى النتيجة ايه؟ قديم. يبقى هذه ايه المجهول اللي توصلنا اليه. انما في عندنا حاجتين معلومتين، الاولى ان القرآن كلام الله، والثانية انه كلام الله. فلما رتبنا دي مع دي نتج لنا ان القرآن قديم. اهو ده طالب مثلا بيدرس، حينجح الطالب ده مصطفى مش علي؟ علي ده حينجح الطالب. فانا راح اقول لا انت فين الكلمه تفكر، انت رايي كده لغيت عقلك كده، والله اعلم سواء انت قلت او ما قلتش، هو اعلم. انا ما سالناك عن حاجه مثلا نحن عايزين نتوصل، يعني هل يعني مقوماته، هل مذاكرته، هل فكره، هل حفظه، هل علمه يوصله الى النجاح؟ ده السؤال مش السؤال، احنا عايزين مقدمات. يعني مثلا هل ممكن ده يسرق؟ هل يزني؟ ما في مش يقول لي لا، لازم يكون في مقدمات نصل بيها. اول ايه؟ نقول الطالب ده اي طالب هل سينجح؟ فنقول كده ايه؟ هنقول الله على كمان ما فيش لا مقدمات ولا فيش فكر. امال هنقول ايه؟ نقول السؤال كده الطالب ده مجتهد ولا مجتهد ولا مش مجتهد؟ فطبعا كلنا شايفينه ليل نهار عم ياكل وبيحضر محاضرات، معناه ده ايه؟ اذا وصلنا الى كونه مجتهد بايه؟ بحكم بالمشاهد. نعم اذا هو مجتهد ده المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه نقول ايه؟ كل مجتهد ناجح. عمرنا ما شفنا مجتهد فعلا يعني معه ما نجحش. يبقى كل ده العادل او التجربه جربنا كم مره. يبقى كل مجتهد ناجح. ايه النتيجه؟ الطالب ناجح. قالت نرتب امرين معلومين، انما لو رتبت امرين مجهولين في علم الغيب عمرك ما هتصل او هتصل الى نتيجه مجهوله، والنتيجه المجهوله الوصول اليها زي عدمه، وما وصلتش لحاجه، وصلت في الاخر ان الله اعلم. يعني مثلا الطالب مجتهد الله اعلم ان كان مجتهد، طب الطالب المجتهد هينجح الله اعلم، يبقى النتيجه الله اعلم. يبقى لازم يكونوا امرين ايه؟ معلومين او ثلاثه الشرع او اربعه، بس ممكن يكون في رابع.
يعني يكون الثاني مبني على الاول والثالث مبني على الثاني، ما هو كده ما بقاش سبهلله كده. عدم الترتيب ده هيؤدي الى لخبطه، هتطلع نتيجه بس هتطلع ايه معاك كشكل مش فشله. لما احنا عاوزينها مرتبه كيف الترتيب لازم نبني ده على ده، يعني يكون الثاني مبني على ما تقدم مش العكس، والا هتتعكس النتيجه. واضح؟ اقرا. لو ان وجود النظر كيف يكون هذا مع المقلد الذي لا يعلم؟ السؤال ايه ده؟ قلنا وجود النظر، لا هو النظر ده لا يجب على المقلد، لان النظر ده هيوصلك الى المعرفه، والمقلد لا معرفه عنده وانما عند مقلده. فالكلام ده ما يدخلش فيه المقلد، المقلد دائما يمشي مع النتيجة لكن ما يمشيش مع المقدمات. انت وصلت الى نتيجة هو اطمئن ليك وعرفك انسان ماشي مظبوط، يبص يمين شمال وكان حمش ورا ده. يمكن دي اسباب انا ما عنديش الاهلية ان انا افهم زي ما هو بيفهم، او ما عنديش وقت، او انا بصرف عليه خليه هو اللي يفهم هو اللي يذاكر هو اللي ينجح وانا اخذ الثمرة مثلا. فالمقلد ده ما يدخلش فيه الكلام ده. الكلام ده لمين ده؟ اللي هو لا الكلام فانظر الى نفسك لمين؟ بالذي يريد الوصول الى المعرفة عن دليل وعن علم، لا يخاطب به المقلد. يعني لمن يريد النظر. يلا. لأن نقول العالم متغير وهذه مقدمة صغرى علمت بالمشاهدة. هي معنى متغير؟ الله انت تنكر هذا. الان دلوقتي في تغير ولا ما فيش؟ من ساعتين كانت الشمس طالعة راحت فين؟ فلما حصل تغير. بعد ساعتين حيأذن بعد ساعة العشاء كده الفجر كده، حتى في نفسك ترى وتشاهد التغير. كنت طفل صح ما شاهدتش نفسك وانت جنين، لكن ابدا مع ما شاهدت. كنت مثلا عندك 10 سنين انا 20، كنت شاب بقيت شيخ وهكذا. هذا حي مات، هذا زرع اخضر اصبح ايه يابس تجروه الرياح. التغيرات دي مشاهده في كل شيء، ليس هناك شيء في تغير. حتى الاشياء اللي احنا بنظن انها هي ثابته وشامخه وجامده، ولكنها في الحقيقه ايه؟ وترى الجبال تحسب وهي تمر مر السحاب. وليس هذا المقصود به في الاخر الدنيا، وترى الجبال. ففي تغير في الكون، سواء الامور التي نشاهدها والامور التي نرى ثبوتها نقيس ما لا نراه على ما نراه. نقيس اللي يغيب عنا على ما نشاهده، فنقطع بانه كل الموجودات متغيره. جريان الزمان على السالب ده متغير؟ وجريان الزمان عليه، لانه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نشوف الهلال والله كده يكبر وكده يعود ثاني الى الهيئه. شفت كيف؟ ده تغير ولا مش تغير؟ اي شيء يجري عليه الزمن فهو متغير، فهو داخل في التغير. وحتى على الاقل اقل حاجه في التغير التي يعني نطلع بها جميعا انه كان هذا الشيء لم يكن موجودا، يعني تغير من حاله العدم الى حاله الوجود. وكل موجود لابد ان يكون كذلك. كل ايه حادث، كل موجود سوى الله كان عدم وايه ثم ينعدم ثم وهكذا. اذا في تغير اقل شيء او اجمع شيء او اشمل شيء من عدم الى او من وجود الى عدم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل تغيرا ثم جعل من بعد قوة. فسبحان الله حين تنسون حال التغير بعدين وحين التغير وله الحمد في السماء. وحين شوف حين
يعني كل حالة تغيرت أو اختلفت عن الأخرى. يعني هنا إصباح، هنا إمساك، هنا ظهر، هنا عشية كمان في حالة تانية اللي العشي وعشية. يبقى العشي غير المساء. بعض الناس تفهم العشي ده اللي هو المساء، لا، العشي اللي هو الأصيل ده اللي هو بعد العصر كده، غير المساء. وكل متغير حادث فإن كان موجودا. هذه هي المقدمة الصغرى، وهي معلومة لنا بالمشاهدة أن العالم متغير. يعني مثلا لما يولد الطفل يقولوا ده ايه عندنا طفل، لو جيت بعد 10 سنين وقلت فين الطفل اللي كان هنا، هيضحكوا عليك، الطفل ده راجل يا اخو فاتح بيت، ده كان طفل لكنه تغير، فهل يبقى الطفل طفلا ولا الرجل رجل ولا البنت بتتغير؟ معنى كده الطفل اللي كان من 20 سنة الآن بيجي أب وبيجي معاه طفل، وليس هو الطفل اللي أنت اللي شفته، مع إنه هو من حيث الذات وليس هو من حيث إيه الصفات. الأول كان صفة طفله الآن صفة إيه، لكن هو اللي مش هو، لكنه تغير. فالتغير ده مشاهد، واللي ينكر المشاهد ده يعتبر إيه مكابر أو معاندة، حاجة مشاهدة. وكل متغير حادث، ما معنى كل متغير حادث؟ يعني معناها كل ما يتغير هذا دليل على أنه وجد ولم يكن قبل وجوده موجودا، يعني طرأ عليه الوجود. حادث يعني الوجود عليه طارئ، لم يكن موجودا فظهر أو فحدث أو فوجد. كل متغير حادث. إذن إيه علامة الحدوث؟ سمة الحدوث؟ ها؟ التغير. هي أكبر وأوضح وأدلى سمة للحادث أنه متغير. سمعني. القرآن والعقل، لأن القرآن لا يعارض العقل والعقل لا يعارض القرآن. الله تعالى يقول وفي أنفسكم، هنجيب الأدلة القرآنية فيما بعد، وفي أنفسكم، يعني انظر هنا قال لك فانظر إلى إيه؟ ها؟ إلى نفسك. إيه المراد بالنظر إلى نفسك؟ بص كده نفسك، تجيب مرآة كده وتعلى، انظر إلى أحوال نفسك، أنك لم تكن موجودا فوجدت، إلى أنك كنت جنينا فطفل فشاب فاشل. انظر إلى التغيرات منها ذاتك أصلا، فهذا مما تقطع بأنه لم يكن له وجود. يعني الشعر الأبيض من 20 سنة وعاد مكيش موجود الآن أصلا، ده تغير ولا مش تغير؟ والتغير معناه الحدوث، يعني حدث لك أو وجد فيك شيئا لم يكن موجودا. خلاص؟ لو كان موجودا بعد عدم فحدوثه ظاهر، ولو كان معدوما بعد وجود فكل ما جاز عليه العدم. واحد في هنا حاجة مهمة. طبعا احنا ايه اللي بنشوفه؟ بنشوفه الايه؟ ها؟ إن كان موجودا بعد عدم فحدوثه ظاهر، يعني الحاجة اللي هي ما كانش موجودة ووجدت ظاهرة واضحة زي الشمس، شيء ما كانش موجود. يعني مثلا لا الغروب الشمس ده الليلة هذا حدوثه، يعني إيه؟ يعني وجوده بعد عدم، يعني قبل ذلك ما كانش في ليل، من ساعة ونص أو ساعتين كان نهار، هذا أمر ظاهر. إنما العكس، إن كان معدوما بعد وجود، يعني كان موجودا وأصبح إيه عدم، يبقى هنا عاوز إيه؟ إن كان معدوما بعد وجود، يبقى كده فكل ما جاز عليه العدم
عليه قطعا يستحيل القدم. يعني بص كده، هل العالم ده واحنا مش عارفين العالم ده كان عدم ولا ما كانش عدم؟ احنا الان مشاهدينه شايفينه ونقطع لانه حادث تمام كده، لكن معنى حدوثه يعني معناه وجوده بعد عدم. احنا بنقول كده، نقول كده كل ما جاز عليه العدم، يعني جاز عليه ان يقرا يكون موجود بعد عدم او معدوم بعد وجود، يبقى معنى هذا انه يستحيل ان يكون قديما. كل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. فنتج العالم حادث، فتقول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال. يعني كده وصلنا الآن دلوقتي إلى أنه إيه؟ لهذه المقدمات العقلية، أن العالم حادث. ليه؟ لأنه موجود بعد عدم. كيف ذلك؟ لأنه متغير، التغير معناه حادث، مش كده؟ إذا النتيجة اللي وصلنا إليها كده، المقدمة الصغرى العالم متغير، والكبرى كل متغير حادث. النتيجة العالم حادث، هل نقف عندها؟ هنجعلها مقدمة ليه؟ لأنه حيدور سؤال في الأرض. طيب العالم حادث كده من نفسه ولا له محدث أحدثه؟ يبقى لازم نعمل مقدمات ثانية. فهنقول كده العالم حادث، خلناها مقدمة صغرى بعد ما كانت نتيجة، وكل حادث زي ما نقول كده هذا الشيء مصنوع، وكل مصنوع لا بد له من صانع. إذن فالعالم له صانع. ثاني، العالم حادث. الأول كانت إيه؟ كانت نتيجة لمقدمتين. هنجيب مقدمتين ثاني بس دي واحدة منهم اللي هي النتيجة. إذا مقدمة صغرى العالم حادث، ما معنى حادث؟ احفظها كده عشان ده مصطلحات. العالم مع الحادث معناه ما أول له، يعني ما وجد بعد عدم، يعني الحادث هو الوجود مسبوق بعدم، هذا معنى كلمة حادث. تفضل. ما كان وجوده مسبوق بعدم يسمى ايه؟ حادث. هل في القرآن الكلام ده؟ في القرآن حاجة اسمه حادث؟ القرآن قال ايه؟ قال خلق، لم يقل حدوث. تقول الإشارة إلى الحدوث أو إلى دليل الحدوث ده في القرآن في قوله تعالى أولم يروا أن الله يبدئ الخلق ثم يبدئ، يعني إيه؟ يعني حيبدأ. كيف بدأ الخلق؟ إذا الخلق له بداية، قبل هذه البداية ما كانش في خلق، معنى كده المخلوق إيه؟ حادث. يبقى ممكن نقول كده ايه؟ كل مخلوق حادث كده؟ وكل حادث مخلوق. ليه؟ طب ليه؟ لانه لو قلنا كده العالم حادث ووقفنا ونعلم انه بدء اوليات العقل، الواحده اخذناها من ايه؟ من المشاهد، والثانيه اخذناها من بدائيات العقل اوليات العقل، انه معناها إذا رأينا فعلا فيقطع العقل بأنه في فاعل، وهذا تقرر قال لك حتى في طبائع أو في بدهيات البهائم. البهائم مش الإنسان، يعني لو أنه عندك حمار في الزريبة وجبت له إيه؟ خشبة وضربته بها، هيعمل إيه؟ أول ما يرى الخشبة معاك يفزع كده وأنت داخل بها، هيحكي إيه؟ لانه تقرر في قبر الحمار. افرض انت دخلت وحبيت تضحك على الحمار وهو باكل وغافلته ورحت لاقته من الخشب ورحت خفيها بسرعه، فالحمار يبص يمين شمال ما يلقاش الايه؟ الخشب، لكنه احس بايه؟ بألمها. فتقرر في قبر الحمار انه مش ممكن يكون الضرب من غير الايه؟ الخشب، رغم انه ما شافهاش، فاستدل على انه في خشب الضرب بها من ايه؟ حاجة فطرية من أثرها، مش معقول بعد كده تروح تزعم إنك ضربت إيده، معروف ضربة اليد ضربة الإيه؟ الخشبة.
افرض جبت طفل مش حمار ورحت ضربته ولضمته ورحت مداري ايدك بسرعه بعد نص يمين شمال يمين قلت له محدش ضربك حاجه كده ايه لطمه شفتك بس ما فيش حاجه ما يصدقش لانه لازم طالما في لطمه يبقى في ايه؟ في لطمه انه بدهيات العقول تعبى ذلك طالما في لطمه في لطمه في فعل له ايه فاعل في صنع لها صانع يبقى لما نقول العالم حادث يبقى كل حادث لا بد له من محدث يعني معناها العالم له محدث يعني له صانع يعني له موجد فمن هذا المؤهل شوف وصلنا الى المطلوب هنا اثبات الايه اثبات المحدث اثبات الايه الصانع في طبعا احتمالات انه افترضها العقل يقول لك طب وانت بتقول لي انه هو الله ما تقول هو الطبيعه ما تقول هو العالم نفسه ما تقول المصادفه قول اي شيء لكن حقيقي بعد تجد انه هذه الاحتمالات هي كلها سراب ليه؟ لانه في حاجات ثانيه غير انه فقط مجرد احتمال لانه فانظر الى نفسك ثم للعالم العلوي ثم تجد به صنعا يبقى بديع الحكم ذو الاتقان يدل على انه الصانع مختار ومريد وله اراده وله قدره وله وله وهذه الصفات لا يمكن اللي هي صفات الكمال ينفع نسمي بها الطبيعة ولا ينفع نسمي بها الخطفة العمياء ولا ينفع تكون العالم نفسه لأنه ده معناه هيؤدي إلى ترجيح بغير إيه؟ بغير مرجح واضح كده؟ نعم فانظر إلى نفسك ما دليل القضية أن المتغير حادث الدليل هو المشاهد المشاهد يعني ما هو التغير ده بنراه تمام والحدوث معناه الوجود بعد عدم فنقطع بأن هذا الشيء اللي هو تغير حدث يعني لم يكن موجود ثم وجد ما هو دليل المشاهدة والمشاهدة لا تحتاج إلى ما هو الدليل أنت رأيته قبل ذلك هل كان موجودا؟ لا فحدث فظهر في الوجود يعني ظهر في الوجود شيء لم يكن موجودا هذا هو الدليل اللي هو ايه؟ المشاهدة فيما نشاهد حدوثا لكن مش في كل شيء يعني مثلا قال تعالى ما أشهدتهم ما خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فكيف عرفنا حدوث السماوات والأرض وحدوث أنفسنا مع أننا لم نرى حدوثها لم نشاهده مش ده السؤال تعالى أنا ما الحكم على المثل حكم على إيه على مثله أنا شاهدت ابني وشاهدت ابن ابني وشاهدت اللي بعده وشاهدت الناس كلها يبقى أنا شمعنا أنا وأنا مثله فاللي ينطبق عليهم ينطبق عليه حتى الأعرابي لما قال لما شاف الحقيقة العظمى اللي هي إيه مصير الناس إلى الموت قال في شاعر جاهل في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ده صحيح مريض غير مريض كله بيموت ورأيت قومي يمضي نحوها الأكابر والأصاغر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار فاللي حيمشي عليه واللي حيمشي عليه فلما انطبق هذا على الايه على من يماثلك فهو منطبق عليه كل ما في الأمر إنه اللي قبلك شافه وانت ايه ما شفتهوش وانت ما تشوف اللي بعدك وهكذا سنة الله ولن تجد لسنة الله إذا فانظر يعني المراد بالنظر إيه؟ الإدراك بالفكر يعني إذا أردت المعرفة لأن النظر وسيلة لها طب ليه قال فانظر إلى نفسك لما أخي ما أنظر إلى أنفس الناس شو معنى نفسها أنا أخليني ليه نفسك بالذات لأنك أنت إذا يعني شوف كده إذا استطعت يعني
اي شيء تخدع فيه لا يمكن حتخدع نفسك. يعني الحاجه الوحيده اللي انت صريح معاها مع نفسك، اذا كنت يعني عاوز تصارح ولا بد من المصارحه. يعني ترى الرجل يكذب على الناس جميعا، انما عند نفسه ما المساله هنا حايه حتتناوله هو بالضرر. فعند نفسه يكون ايه، يكون صادق وصريح، زي ما ضرب القصه بالرجل الايه حلاق القريه. حلاق القريه ده كان ليه قصه، كان في طبيب، ولما جاء الطبيب وحده طبيه وكان هو اللي بيقوم بخلع الاسنان، هو اللي بيختن الاطفال، هو اللي بيتولى مهام الطبيب في القريه. وطبعا الطبيب ده حيوقف ايه رزقه وحيمنع. فاشاع في الناس ان الطب ده جهل، وطلب بيهتز فلوس وطلب مصرين وكذا عشان الناس ايه تنصرف عن الطبيب، يبقى باب الرزق بالنسبه له ايه مفتوح. فكل ما واحد يمرض يقول له اوعى تروح حيغرم الفلوس، يكتب لك كذا، ويمكن يعملوا لك يفتح لك بطن وياخذ منها اشياء، ممكن ينسى فيها شيء، فيخلي الناس تنفر بحجة انه اي حجة، وهو ايه يعلم يقينا انها كاذبة، لكن بيلجؤ اليه مصلحة الشخصية. فمرة كل ما يمرض واحد يقول يا رجل لا سيبك من كلام فاضي، كلام جهل وكلام كذا، فالناس الجهلة يتبعوه. ففي الليل في ليلة من الليالي مرض ابنه، وعارف انه هو بيتخبط في العالم وجهه، ولفه سرا كده وراح به مين؟ الطبيب. قال ليه؟ لانه اذا كذب على الناس مش هيجب على ايه؟ يبقى معنى كده المؤلية امرك هنا بالنظر الى نفسك، لانها اقرب الاشياء اليك، اقرب حاجه اليك نفسك. ما اظن ما فيش حاجه اقرب من نفسك ليك بالنسبه للمخلوقات يعني. اما بالنسبه للخالق قضيه ثانيه او تفهم بالايمان، انما اقرب حاجه للانسان نفسه. فإذا كنت صادقا معها فمن باب أولى أن تكون صادقا مع الغير. يعني أنا لو نصبت على العالم كله مش هتنصب على نفسك، فدي حقيقة مر يقف الإنسان عليها. يبقى المراد إيه؟ ليه أمرك بالنفس؟ ها؟ أنا أقرب منك. وبعدين قال لك إيه؟ ثم يعني ترتيب. طيب لماذا لم يقل لك وانتقل؟ لانه لا ممكن تقتدي انه مش عاوز يشغلك بحاجتين عشان ما يبلبلكش. يعني لما تنظر نظر مرتب كده علمي بهدوء واطمئنان يعني. ثم ولم يقل وقت. لذلك ايه ثم تتفكر في الايه ولم يقل وقت. ثم عشان ايه؟ تاخذ راحتك، تاخذ التمهل. ما تتسرعش، ممكن التسرع يؤدي الى الخطا. يعني انظر نظر باطمئنان كده. ثم انتقلي، ينتقل بعد النفس الى ايش؟ افرض انا بعد نفسي رحت انتقلت للعالم ايه السفلي، عكست. هو قال لي ايه؟ وانظر الى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. انا قلت لا، انا هي اديني خليني انا في السفلي. او واحد ثاني قال لك انا مش حبدا بنفسي، انا حبدا بالعالم العلوي، او حبدا بالعالم السفلي وحخلي نفسي دي في الاخر حختم بها. اذا السؤال هنا هل صحه النظر، يعني النظر الصحيح المراد منا شرعا، هل هو متوقف على هذا الترتيب؟ لا، يعني معناها الترتيب مش شر، ابدا زي ما انت عارف، بس ايه الاحسن الافضل انك تبدا بنفسك وبعد كده بالعالم العلوي. طيب ليه العلوي؟ قال لك عشان اعظم وابدا، يعني يسهل عليه. يعني وفي ايه؟ سنريهم اياتنا وفي انفسهم افاق. ما المقصود بالعالم السفلي ولا العالم العلوي؟ السماوات يعني. والعالم السفلي ما هو في الارض، وحياتي الشرق. يعني العالم العلوي عن النجوم السماوات، فلم ينظروا الى السماء فوقهم. في العالم السفلي افلا ينظرون الى الابل، الى الارض، الجبال. هذا العالم السفلي اللي انت قاعد فيه، والعالم العلوي اللي هو فوقك. يعني اذا لا يشترط انه نرتب. يعني اذا السؤال هل صحه النظر تتوقف على ذلك الترتيب؟ الجواب ايه؟ لا، لا تتوقف، ولكن ده ايه؟ الامثل والاحسن. لا
طيب لما قال فانظر إلى نفسك يعني إلى ذاتك. طيب وكيف ينظر الإنسان إلى ذاته؟ يعني فكر في إيه؟ في أحوال نفسك من سمع. كيف شق الله سبحانه وتعالى هذا السمع؟ كيف تصل الأصوات؟ كيف نسمع؟ كيف نمهيج؟ أمور عجيبة. يعجز الإنسان عن إذا فكر حيسجد لله سبحانه وتعالى في السمع فقط. بس جعل لكم السمع ده والبصر وبعدين النطق كيف ينطق وكيف يعرف وبعدين نقول كيف أنا طويل وأبي قصير أو العكس وكيف أنا وأخواتي قصير ومعنا أخ يزيد علينا متر من البطن واحدة والأب واحد. إيه اللي حصل؟ مش ماكينة هي مش مخبز آلي بيطلع فورم واحد ده نظام هندسة إلهية كبرى. يبدأ المراد أن تنظر في أحوال نفسك وصفاتها وما يعتبرها من رضا وغضب وانفعال ولذة. فكل هذه الأحوال متغيرة من عدم إلى وجود. يعني أنت الآن سعيد وراضي فجأة اتنكت جالك رسالة في التلفون أو جالك مسجد بصينا منك وانت كنت في قمة السعادة وحصل لك نكد مفأه. ده ايه دليل على ان النكد ده من لحظة واحدة مكانش موجود. او جالك خبر سعيد اغمي عليك وانت مش متعود على الاخبار السعيدة لما يجيلك حاجة. انما الاحزان ماشي معاك وما خدت عليها فأي حاجة متوقع انها تموت فأصبح عندك إيه مناعة لقبول المصائب. إذا هنا هذه الأحوال لو أنت تدبرت في أحوال نفسك قبل أحوال العالم العلوي أو العالم السفلي تقطع بأنها أحوال متغيرة يعني معدومة بعد وجود أو موجودة بعد عدم. وهذا معنى إيه؟ أن لك صانع أو أن لك مدبر أو أن لك خالق هو الذي جعل هذه الأحوال تجري عليك. لأنه لو ما فيش خالق أنا عمري حثبت نفسي على سن 33 سنة مش حزيدة بقى وخلاص. ما اللي بيخليني أتغير إذا مش أنا؟ في حد عاوز وهكذا. طب إيه اللي خلاك مت؟ إيه اللي خلاك مرضت؟ إنه معناها مش أنت، إنه معناها دليل على أنه لك خالق لك مدبر. هذا إيه؟ بالنظر إلى إيه؟ إلى نفسك. إذا إحنا وصلنا من خلال هذا البيت إلى أنه أول واجب على الإنسان هو المعرفة. طب والخلف اللي بين العلماء قالوا فيه خلف منتصب في أول واجب مش في وجوب المعرفة. وهذا الخلف تبين لنا أنه لفظي ليس حقيقي لأنه ما فيش تعارض بين قول من الأقوال كلها ولكن كل قول يوصل إلى أو يتفق مع القول. لأن المعرفة واجبة والوسيلة بتاعتها النظر والنظر وسيلته البدايات حتى نصل بها إلى النهايات والنتائج والقصد إليه لابد. وهكذا يبقى ما فيش تعارض والخلاف إيه؟ لفظي. لماذا استقر الأمر على أن أول واجب هو المعرفة؟ الجواب بسيط لأن ما عداها يعني جميع الواجبات الأخرى من تكاليف الشرعية وغيرها متوقفة عليها ولا تصح إلا بها. يبقى إذن لا بد أن تكون المعرفة هي أول واجب. إنما الموضوع النظر سهل لأن فيش مشكلة. إنما هل يصح واجب آخر بغيرها؟ لا. يعني كل الواجبات ما عداها متوقفة عليه. كمل. نعم. أسماء وقتيرة أن أسماءها توقيفية كذا الصفات فاحفظ السميع. يعني هو الصانع وأطلق على نفسه ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء والتقدير كل شيء صنعه كده. ف
فهو سبحانه وتعالى يوصف بأنه صانع نصفه، ولكن لا نسميه، في فرق بين الاسم والصفة. ما يسمى الصانع ليه؟ لأنه الأسماء على المختار عند أهل السنة التوقفية، وحتى لا يتوهم المعنى أنه الصنع ده أو الصناعة لازم يكون لها إيه؟ مواد وآلات. لما كان الله تعالى موجدا من العدم فسمى نفسه خالقا ولم يسمي صانعا، حتى لا يشتبه مع الايه الصانع اللي احنا نعرفه. ده عاوز آلات، يعني انت بتصنع كرسي عاوز منشار وعاوز مسامير، مش ممكن مهما كنت بعرف صنع لابد يكون عندك الآلات. فهو لا يعالج بآلة ولا بمادة، فمن اجل هذا لم يتسمى بالصانع. مثلا واحد سألني سؤال، لما هو في اللغة العربية الأكبر، الأكبر أبلغ من الكبير، كده؟ فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الكبير ولم يتسمى بالأكبر، ليه؟ لأنه لو تسمى أكبر ده أفعل تفضيل، لو تسمى بالأكبر لكان بعض الخلق بالنسبة له كبير ولكنه تعالى أكبر، ولكن لما كان هو الكبير وكل ما عداه صغير فلم يتسمى بالأكبر، حتى مع أنه أبلغ بس حيوهم معنى إيه؟ باسد. فكبير يعني معناه كل ما عداه صغير، لو قال أكبر يبقى معناه ما عداه صغير وكبير أيضا بس هو الأكبر، إنما نقول الكبير يبقى الكل صغير وله الكبرياء. يبقى الأسماء إيه؟ على المختار توقفية، إنما هو يوصف بأنه صانع أم لا يوصف، يقال صانع أم لا يقال. كل الذي أتقن صنع الله يبقى هو صانع، لما يقول صنع الله يبقى هو إيه، لكن ده إيه وصف وليس إيه اسم. فتكون العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال. فنتج العالم، ايه معنى الترجيح من غير، ما دام في ترجيح يبقى في ايه مرجح، يعني في طرفين كده متسافين في كفتين في الميزان. لو رجحت واحده يعني واحده ثقلت او واحده خفت يبقى في مرجح، فلا يدير هذه من بداهه العقول. مش حاجه في ترجيح بغير مرجح، لازم يكون في ايه في مرجح. ليه قلنا لابد يكون في مرجح؟ لأنه العالم يتساوى فيه الوجود مع العدم، لأنه ممكن. يعني إيه تعريف ممكن؟ يتساوى وجوده مع عدم، يعني ممكن يكون موجود نعم، ممكن يكون معدوم، عندنا طرفين اللي هو الوجود والعدم. فمن الذي رجح أحد الطرفين على الآخر؟ والمراد بالترجيح طرف الوجود، لأن العدم لا يحتاج إلى مرجح، هو بأصله عدم. عن رجح العدم يبقى إذن إيه اللي رجح وجوده على عدمه، مش اللي رجح عدمه على وجوده، لأنه العدم ده أصله. يبقى لازم يكون المرجح إيه من خارج العالم مش هو العالم، واضح؟ لأنه لو كان العالم هو الخالق يبقى حيلزم إيه إنه العالم موجود دور ده. العالم موجود، يعني مثلا لو كنت أنا خالقا لنفسي فهذا دور، فمعنى انه انا قبل نفسي ونفسي قبلي، اهو ده الدور ده، يعني يبقى انا قبل نفسي عشان اخلق نفسي. شفت كده؟ لازم وجود الشيء قبل وجود، يبقى الشيء متقدم على نفسه متاخر عنها. يبقى هذا باطل. اذا كان العالم هو الذي اوجد العالم فيلزم ان يكون العالم موجود قبل العالم حتى يوجد العالم، ده كلام فاضي. قال انت في سرايه المجانين وقلتوا هنقول لك طلع الراجل ده المجنون ده من بين المجانين مش هيقبلوا. نعم. فنتج العالم لا نعم واذ اخذ الله واذ اخذ ربك ولو اذ اخذ الله ميثاق النبيين، في ايتين، في ميثاق على النبيين وفي ميثاق على بني ادم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ده ميثاق أخذه الله تعالى على الأرواح قبل خلق الأجساد أنهم أقروا له بالربوبية، ثم جاء الإنكار بعد ذلك أن تقولوا
يعني بعد ما خلقتم في هذه الدنيا إنا كنا عن هذا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فنتج العالم لا بد له من محدث، وهذا المحدث واجب الوجود إلى آخر الصفات التي يتوقف عليها الإيجاد، وإلا ما وجد العالم. قوله إلى نفسك أي أنها أقرب الأشياء إليه. يبقى هنا فانظر إلى نفسك، خلاص كده؟ نعم. في كلام كثير ممكن تألف كتاب كده اسمه كده فانظر إلى نفسك، والله ممكن تأخذ فيه رسالة الدكتور. النظر إلى النفس دليل على وجود الخالق أو على وجود الله، وتأتي بأحوال النفس وصفاتها ومراتب، حاجة عجيبة ومجلدات، يصلح يعني يكون محاضرات وندوات ولقاءات ومؤتمرات لو فانظر إلى نفسك. ثم انتقلي، ويكفي في إلى النفس وفي أنفسكم بس أفلا تنظرون، يعني يكفي ما لا ينتقل. هذا اسمه يتنور، يعني إن أردت أن تنتقل يعني تجيب يعني وتتجول وتأخذ جولة في العالم، في عندك العالم العلوي، ثم إيه؟ ثم انتقلي للعالم، العالم إيه؟ العلوي. ثم سواء كان علوي أو سفلي اسمه إيه؟ يبقى العالم دي لما تسمع كلمة العالم دي اسم إيه ده؟ اسم جنس. هي معنى اسم جنس يعني لا واحد له من لفظه. لما تسمع كلمة اسم جنس زي رهط، يعني رهط دي جمع لكن ملاش واحد، ملاش مفرد يعني. وزي قوم، قوم دي الجمع ده بيه المفرد ايه؟ ليس له قومي ولا اشتراك، لا يبقى ليس له واحد من لفظه. يبقى العالم اسم جنس. طيب لما نقول قومي كم يعني كم واحد؟ شيء نقول مهجع قال لك اسم جنس لا واحد له من لفظه غير محصور في عدد. يعني مش محصور في عدد قوم، ممكن يكون 100 ممكن يكون 1000 ممكن يكون، يعني مش محصورين في عدد معين. ولذلك كلمة العالم دي مش محصورة في عدد معين، بحيث لو زاد يبقى نعمل عالم ثاني عندنا أزمة، لا ما يبقى كده غير محصور في عدد. يبقى من الناحية اللغوية لسه من الناحية الثانية. يبقى العالم اسم ايه؟ اسم جنس لا واحد له غير محصور. طيب يشمل ايه العالم ده؟ يشمل كل موجود سوى الله، لأن الله موجود بس مش من العالم. أول ما تسمع كلمة العالم كل ما سوى الله، يبقى حيدخل فيها الملائكة، حيدخل فيها الإنس، وحيدخل فيها الجن، وحيدخل فيها العوالم المرئية وغير المرئية المشاهدة والغيبية. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أو بما تعلمون وما لا تعلمون، وأخلق ما لا تعلمون. يبقى إذن العالم كده في تعريف علم التوحيد كل ما سوى الله. ولا نعم قسم دخلت في ذات الله إذن لا لا مما تبصرون هو مما لا تبصرون، مش داخل ده فيه، يعني مما هو مخلوق. يبقى العالم تعريف كده كل إيه؟ كل ما سوى الله تعالى. مأخوذ من إيه ده؟ مأخوذ من العلم ولا من العلامة؟ قال لك ينفع مأخوذ من العلم لأنه دليل، دليل والدليل علم والدليل ده مش هو بيدل على إيه؟ الله سبحانه وتعالى. وينفع من العلامة لأنه علامة يعني يشير، في علامة وفي علم. العلامة دي بتشير إشارة، يعني مثلا انتم ماشيين وعاملين كده علم، ده علامه زي العلم بتاع يعلم به يشير الى الوطن يعني، فالعلامه يعني اشاره. فاذا كان يشير الى خالقه يبقى كده علامه، واذا كان يدل يعني بالترتيب بعلمه يبقى في اشاره، اشاره مش لازم تكون علم. يعني مثلا في نار كده تدل كده تشير الى انه في هنا ناس، فبتاعت ايه فلما راى نارا إشارة إلى أن العلامة تؤدي إلى العلم. تؤدي، يبقى العلم معناها عاوز نظر وترتيب، وده كده دليل، يبقى من العلم.
أما إذا كان علامة يبقى هو يا إما من العلم يا إما من الإيه؟ إما علامة، والاثنين ماشي. إن هذا صحيح وهذا صحيح. ولفظ العالمين الحمد لله رب العالمين يتناول إيه؟ الجن والإنس والملائكة. ولذلك جاء الرازي لما قال في أول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، قال إذن مرسل إلى الإنس والجن والملائكة. ولكن لما كان الإجماع على أنه ليس مرسلا إلى الملائكة، الإجماع الذي استقر عليه، فبقي إيه؟ أنه مرسل إلى الإنس والجن قطعا. الملائكة ثبتوا بدليل ثاني مثلا، أو مثلا أخرجوا بدليل إيه؟ بدليل. وعلى كل حال حتى اللي قال بإرساله صلى الله عليه وسلم تاج الدين السبكي قال إرسال تشريف وليس تكليف، فما فيش خلاف إنه الإرسال يعني فيه تكليف يعني ليكون للعالمين نذيرا. طب حينذر الملائكة إيه؟ فيش إنذار للملائكة، فهنا خرجوا بالقطع. فأصبح هنا العالمين مراد بهم إيه؟ الإنس. لكن ممكن خد بالك تأتي كلمة العالمين في القرآن يراد بها الإيه؟ الإنس فقط. أتأتون الذكران من العالمين، ما ينفعش هنا إيه؟ دخل الجن لا قدرة لهم على ذلك، بل مراد بها الإيه؟ البشر يعني الذكور من البشر. طيب إن الله أصطفاك وأصطفاك على نساء العالمين، ما تجيش فيها الملائكة ولا يجيش فيها الجن، إذا عالمي زمانك. إذا ممكن العالمين في القرآن يراد بها المخلوقات عموما كل ما سوى الله زي الحمد لله رب في الفاتحة، أو يراد بها البعض زي ليكون العالمين نذيرا، أو يراد بها صنف معين. إذا تستعمل في أكثر من إطلاق أو في أكثر من استعمال بحسب السياق. بس من العالمين هو أخرج الملائكة الذكران برضو لأنه منذكو يعني هنا لا الملائكة يدخل تأتون الذكران ولا في نساء العالمين تدخل الملائكة، لكن تدخل في الحمد لله رب العالمين ما تدخلش تدخل. بس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حيدخل الملائكة فمرة يدخلوا ومرة يخرجوا. أما إحنا داخلين على أي حال، مع الجن داخلين، مع الإنس داخلين، مع العفاريت داخلين يعني. قوله إلى نفسك أي أنها أقرب الأشياء إليك، يعني معناها سهل عليك المسافة. قال لك إلى نفسك ما تعبتش ولا تروح فوق الجبل وانظر إلى نفسك. أظن يعني مش هتكلفك حاجة، بس كل ما في الأمر هتطلع من نظار إذا كان معاك البص. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هنا في إيه؟ في هنا حدوث شيء بعد شيء، تغير من حالة إلى حالة. وهذا الأمر من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. طب واحد يقول طب أنا ما شفتش السلالة وما شفتش النطفة، لكن إيه لما شفت اللي بعدها وشفت الخلق الآخر وشفت التسوية فمش معقول ربنا سبحانه وتعالى يصدق في الجانب ده واللي قبل كده لا، يبقى معناه نستدل بصحة الجزء الأخير ده على ما تقدم فنسلم بالكل. إذا بنى ليك أشياء أنت مقر بها على أشياء أنت لم تشاهدها فعلمت أن الكل صحيح. زي الرجل لما سمع رجل من المشركين ومن المعاندين الوليد بن المغيرة لما سمع الأوصاف فلا تطع كل حلاف مهين هماز هشاء بنميم مناع بالخير معتدل أثيم عتل بعد ذلك ذليل. كم وصف دولة؟ 10. بس في حاجة ما يعرفهاش كل حاجة حلاف قليل أدب لسان كله ده عارف مرتاح في نفسه، لكن موضوع انه هو ابن زينة زي محمد عرفها كيف هو دي حاجة ما شافهاش من أرفعها. فراح لأمه وقال لها إيه؟ إن محمد وصفني بعشر صفات 9 منها صادق
فلا بد ان يكون صادقا في العاشر. يعني مش معقول يعني افتري علي وحدك. فلا بد دي تكون صادقا من فيها صار حيني والا السيف. فلم تجد بدا وقالت له الحقيقه مش ربك قلت له بعد ده كله كمان نكلم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فاستدل بصحتها بصحة ما تقدم على صحة هذه الخصلة أو هذا الوصف. فكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأشياء لاحظناها نستدل بصدقها على صدق ما تقدم. لأنه لو كانت دي خطأ أو كذب حيلزم من كده كذب الأمور الأولى. شفت كده؟ لو كان الأخير حيلزم كذب الأول. ولو كان الأول غير صحيح حيبقى الآخر غير صحيح مع أنه ثبت العكس. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانه وتعالى. فإذا تأمل الإنسان في خد بالك هنا لما تسمع فتبارك الله أحسن الخالقين ليس المراد بها الجمع لأنه ما فيش خالق سوى الله. وإنما الخلق في القرآن على كم معنى؟ ثلاثة. خلق بمعنى الإيجاد والخلق بمعنى التقدير والخلق بمعنى الكذب. يعني وتخلقون إفكا. فيعني بتخلق بس حاجة مش موجودة كذب يعني. فسمى الله تعالى الكذابين خالقين. لكن بيخلق ايه؟ بيخلق خيال ما فيش حاجة كذب يعني. يبقى الخلق كذب وتخلقون. والمعنى الثاني اللي هو التحويل يعني تحويل شيء إلى شيء آخر شيء موجود فربنا يحوله حاجة ثانية. والمعنى الثالث هو الإيجاد من العدم. يبقى المراد هنا الخلق بالمعنى الثاني اللي هو التحويل مش بالمعنى الأول لأن المعنى الأول لا خالق إلا الله. أما المعنى الثاني سيدنا عيسى عليه السلام يخلق وإذ تخلق القرآن قال أنت بتخلق والنصارى يفرح بوك يقول أيه بس ينسوا إيه كهيئة وربنا ما قالوش بتخلق طيرة ده قال له هيئة يعني شكل يعني وما قالوش الهيئة حتى الهيئة ما عملهاش عيسى كا زي الهيئة اللي أنا اللي عملتها فالكاف دي هو حتى الهيئة ما عملهاش فخد من الهيئة اللي ربنا عملها وعمل زيها زي ما أنا أرسل الإنسان وراح أبص في واحد وعمل زيها يقول أنا بعمل ده مش هيئة كهيئة واحد يقول لي إيه معنى الكاف اللي هنا كهيئة لما هي هيئة هي ما هو الهيئة هيئة ربنا هي اللي أوجدها الصورة وبعدين بإذن الله فسابوا بإذن الله سابوا وقفوا عنده وإذ تخلق إذن فهو خالق والخالق شوفوا المغالطات أهدا إيه ده اسمه ده مغالطات واضح بقي كان كم بقى على الشمس هيكين بقى كمل بس دور. فإذا تأمل الإنسان نفسه وجدها مشتملة على سمع وبصر وكلام ودوح وقوله إلى نفسك خلينا على إيه وقوله إلى نفسك يعني إلى أحوال نفسك. الله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلي